إمعان الاحتلال في جرائمه بحق الفلسطينيين عزز خروج اليمنيين بشكل أكبر في الساحات والميادين. ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء شهد زخما جماهيريا كبيرا مناهضا لحرب الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. الشعب اليمني يتابع كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل دقيقة وكل لحظة تلك المجازر، فلا يهدأ له بال، فيخرج في يوم الجمعة كأقل واجب، يخرج يوم الجمعة كأقل واجب أمام تلك المجازر البشعة المنكرة التي يستنكرها أي إنسان على وجه الأرض. هذا الزخم الجماهيري يسجل موقفا شعبيا يمنيا متواصلا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، موقف يتزامن وتوعد جماعة أنصار الله بتصعيد مواقفها شعبيا وعسكريا في حال عدم توقف جرائم الاحتلال. الشرط الوحيد والمعلن نتحدث عنه دائما والقائد يتحدث عنه باستمرار أنه يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عنها، وستتوقف كل فعالياتنا وأنشطتنا وعملياتنا العسكرية. ما لم فقضيتنا وواقعنا مرهون ونشاطنا مرهون باستمرار الحرب على غزة. المحتشدون في صنعاء والمحافظات نددوا بالمواقف المتخاذلة تجاه مظلومية الفلسطينيين، ودعوا إلى تصعيد استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية ردا على حرب الإبادة في غزة وعلى العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. مع تصاعد حجم الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين يزداد زخم هذه المسيرات التضامنية التي امتدت ساحاتها إلى كثير من المناطق اليمنية، تضامن يعده منظمو المسيرات والمشاركون فيها موقفا شعبيا رافضا لحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي في قطاع غزة. خليل القاهري، العربي،